وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها المسلمون الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى عليه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا هو نظام الله وسنة الله مع الجبابرة، سنة الله مع الجبابرة أن يرسل إليهم أمورا في غاية العجب. وحد الله كده يا اخويا، لا اله الا الله. ايام سيدنا ابراهيم كان واحد اسمه النمرود، النمرود ابن كنعان، كان بيقول ايه؟ كان بيقول انا ربكم الاعلى. لا، كان بيقول انا احيي واميت. يا سلام، انا احيي واميت. وغد يقول انا احيي واميت حتى اتى امر الله للانتقام. ان بطش ربك لشديد. يبعت له ايه ربنا؟ يبعت له سلاح المهندسين او المشاة او الفرسان او السلاح الجوي او البحري؟ ابدا. يبعت له اضعف مخلوقات الله، ناموسة ناموسة ضعوبة ضعيفة حقيرة، تدخل في وزنه وتطن في رأسه، فكان لا يهدأ له بال إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه. يعني يغيب دماغه مصدع لماء لغاية ما ياخد حبيتين ريفه من طراز باتا يهدأ. حكم حكم ناموس اضعف خلق الله. راحت لمين؟ للي بيقول انا احيي واميت. تحيي وتميت يا غلبان؟ تحيي من وتميت مين؟ ان الذي يملك الموت والحياة هو الله. ما
مرة واحدة جت لغاية بيت فرعون وبتخبط على الباب، على باب القصر. طلع لها المستشار الكبير هامان. عايزة ايه يا ستي؟ قالت له عايزة الاله. عايزاه في ايه؟ قالت له انا معايا فرخة ميتة كانت بتفضلي فعايزاه يحييها. هي معتقدة انه بيحيي ويموت برضه، ما هي مبطلة، ما هو الراجل ضحك عليه وقال لهم ما علمت لكم من اله غيري. قال لا لا، ده الاله نايم مرتاح، ما اقدرش اصحيه. ودخل لفرعون قال له مين اللي كان على الباب؟ قال له واحده عندها فرخه ميته غلبانه، كانت الفرخه بتطلب لها كل يوم، فماتت الفرخه فكانت عايزاك تحيي لها الفرخه. فقال لها قلت لها ايه؟ قال له قلت لها ده الاله نايم. قال له ليه ما دخلتهاش؟ كنت احييها. قال له طب انت ضحكت عليهم، هتضحك عليا انا كمان؟ يا راجل كش مالي ده كلام. ولذلك ربنا قال فاستخف قومه فاطاعوه. شوف كلمة فاستخف، استخف ناس خفاف الاحلام خفاف العقول. انا ربكم الاعلى، على طول الهتاف يحيى ربنا الاعلى. ما هو واكلين سندوتشات فول، واخد كل واحد واخد ربع جنيه فول مدمس، وبعدين فتح فوقه على الحنفية لغاية ما ملى بطنه مية، يبقى النفس طالع زي الصهر والصوت طالع زي مكبرات الصوت بتوع ماركوني. ويحيى ربنا الاعلى. ربنا بيقول انهم كانوا قوما فاسقين، فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. سنة الله مع الجبابرة. اللي كان بيحيي ويميت هو الله. الذي يحيي ويميت هو الله. اما من افترى على الله فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. قارون غره ماله، معاه فلوس، معاه كنوز، الكنوز مليانة ذهب. سيدنا موسى بيقول له ادفع زكاة المال. قال له اديه، قال له على كل درهم 1000 درهم عليهم درهم واحد، 1000 دينار عليهم دينار واحد. وبعدين قارون جمع الدراهم والدنانير، لقى مبالغ بتاعت الزكاة كتيرة، يعمل ايه؟ اراد ان يلفق لكليم الله موسى تهمة لا تمحى على مر الزمن. يوم يعمل ايه؟ انا عايزك كده توحد الله، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. يعمل ايه سيدنا موسى؟ ده بيقول لك هات الزكاة. هات زكاة مالك. قارون لابد يعمل مقلب. جاء بامرأة بغي ساقطة واعطاها مالا كثيرا وقال لها اتهمي موسى بانه زنى بك. ما هو دايما الناس اللي معاهم الفلوس ناس مفتريين، اللي مالهم كتير المال بيطغيه وبيلهيه. ولذلك شوف النبي محمد بيقول ايه. النبي محمد كان يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هيشوف اللولية عامل ايه، خلت الولد قتل اخوه وهو نايم، قتل اخوه. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، النساء اللي هما لا يعرفن الله ولا يخشين الله. ولذلك الواحد بيشوف حال النساء في البلد بيزعل. المرأة النهاردة كلها اصبحت صناعية، قطع غيار، الرمش عيره، الباروكة عيره، طقم الاسنان عيره، الابيض والاحمر والاخضر كله بقى عيره النهاردة. ولذلك واحد اتجوز واحدة وبعدين ليلة الدخلة قعدت على السرير، قلعت الباروكة حطتها على الترابيزة، طقم الاسنان حطته على الترابيزة، الرميل بتاع الرموش حطته على الترابيزة، الخف اللي في رجليها حطته على الترابيزة. وبعدين الراجل قاعد على الكرسي زعلان، قالت له ما تيجي تقرب على السرير. قال لها ليه؟ قال تعال على السرير. قال لها لا سيبيني قاعد مع الاغلبيه، قاعد مع الترابيزه. ما هي الاغلبيه كلها اكسسوار، كله قطع غيار. دي مصيبه، دي ايه المصايب اللي حطت بينا دي؟
اهدى، ده قلب اهدى، وده مرض اهدى، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. خلق الله. وبكره الودان تبقى عيره والمناخير تبقى عيره وتبقى المساله كلها فريض الاطرش وحزن. ولذلك انا بسال وزير التعليم العالي سؤال، في كليه اسمها كليه الفنون في القاهره، من ضمن المواد المقرره على كليه الفنون علم اسمه علم الطبيعه الحيه. علم الطبيعة الحية ده عبارة عن واحدة عريانة، واحدة ست عريانة، كما ولدتها امها، تقف امام الشباب الطلبة اللي في الكلية ليرسموها جزءا جزءا. عريانة، واحدة عريانة فعلا، واحدة ست واقفة عريانة تعب زي ما وليتها امها، والطلبة يكتفوا حواليها ويصوروها يرسموها. فانا بقول ايه فايدة، هل هذا علم؟ ابدا. اذا كان ده هو العلم يبقى لا جعل الله الناس يتعلمون الفواحش، شو ده العلم؟ هل هذا ادب؟ لا، دي قلة ادب. هل هذه كرامة؟ انها اهانة. هل هذه امانة؟ انها خيانة. واحدة تقف عريان، ولا يزال هذا العلم مقرر من سنة اولى لغاية سنة رابعة. علم واحدة تقف كده في وسط الشبان والشبات ويقفوا صوروها، بتصوروا فيها ايه؟ يقول لك لا، ده احنا عايزين نعرف الاجهزة الدقيقة، وعايزين نعرف الفسيولوجيا والبيولوجيا والايبالوجيا ايه ده؟ يا اخوانا حرام، ده احنا مسلمين موحدين بالله. احنا بقناش امريكان، ما بقناش فرنساويين، ما بقناش انجليز، احنا برضو بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى ده مش علم، هذا هو ضد العلم. ولذلك حال الطلبة النهاردة حال يرسى لها. كل واحد يقابلنا النهاردة يقول انا مسافر فرنسا. ليه يا ابني؟ حاض الاجازة هناك. تعمل ايه؟ هشتغل. انجلترا هشتغل. المانيا هشتغل. تشتغلوا ايه؟ بيدخلوكوا في المطاعم تغسلوا الاطباق. بعد ما بقى تغسل الاطباق في انجلترا وما ترضاش تخليك في بلدك بعزتك وكرامتك، وبعدين يروح له عنده عقيدة ولا عنده اساس من الدين ولا عنده ارضية يقدر يقف عليها، ارضية صلبة، ساعة ما يروح بلد برة هيلاقي بقى يعني الاشياء المغرية الموقعة في غضب الله. يروح يتعلم هناك السهر والليالي، لو ان احنا هنا مش ناقصين سهر، ما احنا برضو بطيق سهر. يعني شوية اولاد في الاعدادية كانوا سهرانين في شاليه في صحاري سيتي، شاليه في صحاري سيتي، وبعدين بيهزروا مع بعض، انقلب الهزار لجد، فقد منهم طلع قرن الغزال وذبح زميله. طلبة في الاعدادية، اعدادية يعني لسه لا راح ولا جوم، خلاص راحوا يسهروا في صحاري سيتي، الامتحانات خلصت، يسهروا في صحاري سيتي. وبعدين النهاردة الموضة الجديدة في ازمة مطاوي في البلد، في ازمة خناجر في البلد، زي ازمة الرز والشاي، ازمة خناجر، لان ما من شاب الا ومعه قرن الغزال. النهاردة كل الشباب النهاردة اصبح مسلح بقرن الغزال. ولذلك ربنا بيتحدانا، بيقول اللي مسكون المطاوي يروحوا حرب الدودة بتاع القطر، اهي الدودة عمالة تاكل اهو. والصحفي راسم كاريكاتير بواحد مقدم صينية محطوط عليها شاي وبيقدمها لبط القطن في الغير، فالدودة بتضحك له تقول له ما اشربش الشاي، اشرب تكتفين انا. فيعني وقفت عمالة تاكل وعمالة ترعى، يلا الجدع اشتغل، الجدع اشتغل شغالة. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قارون اراد ان يوقع موسى، واذا بموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يجمع بني اسرائيل ويقرأ عليهم احكام الله، فيقول يا بني اسرائيل من شرب الخمر جلدناه، ومن زنى وهو محصن رجمناه، ومن زنى وهو غير محصن جلدناه. فقام قارون قائلا ولو كان الزاني انت يا موسى. سيدنا موسى سكت. قال له قارون فما بالك يا موسى،
وقد زنيت بهذه المرأة. فنظر موسى الى المرأة وقال ايتها المرأة بحق من خلق البحر بعصايا، هل هذا حدث؟ واذا بها تقول والله يا كريم الله ما حدث هذا، ولكن عدو الله قارون اراد مني ان اقول وانا اشهد الله انك اطهر من السحابة في سمائها. تهمة البريء اثقل من السماوات والارض. وبعدين سيدنا موسى كان راجل ما يشيبش طاره، قال اللهم اخسف الارض بقارون وماله، يلا دوروا في دهية وراجل ضلالي قارون وماله، لحنا عايزينه ولا عايزين ماله. واذا بالارض تنفرج شيئا فشيئا حتى خسفت به وبداره، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فرعون قال انا ربكم الاعلى، ربنا قال له انا حربي لك واحد. شوف صبر الله وحلم الله، لسه حيربي له طفل، يدي له مهلة لعله يتذكر او يخسر. طب ما هو الناس كتير، يا رب ما بعتلوش نبي جاهز ليه يكون خد الشهادة من جمعة الانبياء، لا خليه برضه يقول شوية، خليه يقول انا ربكم الاعلى، لما يشوف هيتوب ولا مش هيتوب. ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، انه كان من المفسدين. ربنا قال واوحينا الى ام موسى. الايه دي اشتملت على امرين ونهيين وبشارتين. الامر الاول ارضعيه والقيه، النهي الاول لا تخافي، والثاني ولا تحزني. البشرى الاولى انا رادوه اليك، والثانية وجاعلوه من المرسلين. وشوف حكم الله، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ده اللي بيخاف على ابنه يرميه في البحر ولا يقفل عليه الاوضه وينيمه تحت الكبرتة، القيه في اليم. بقى لما خاف عليه ارميه في البحر، ايوه ارميه في البحر. هيروح فين يا رب؟ هيروح مؤسسة الاطفال؟ هيروح مستشفى كوتشيلر؟ لا، يأخذه عدو لي وعدو له، انما مع ذلك مش هخليه يقدر يمد ايده عليه ابدا. يأخذه عدو لي وعدو له. وبيخاطب مين؟ بيخاطب امه، وقلب الام معروف. يوم تموت الام ينادي مناد من قبل الله فيقول يا ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك لاجلها، فاعمل صالحا نكرمك لاجله. قلب الام. ولكن هناك حنان وهناك يقين. السيدة الجليلة ام سيدنا موسى نفذت اوامر الله، ارضعت والقته في الماء، وتحرك الصندوق بعناية من لا يغفل ولا ينام. واذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن امان. يا ريت نربي اولادنا على خطط الانبياء وعلى خطط الصالحين، انما للاسف جايبين حتى بين اتنين طلبة راحوا سطوا على فيلا في الدقي سرقوا 3000 جنيه. يعني التخصصات كلها بقت السرقة والاختلاس والحب والتزوير. واحد رئيس قلم حسابات في مستشفى في مصر العتيقة دور اسماء الاطباء ولطش المرتبات الاسبوع ده 620 جنيه، وولى هاربة. والمسائل كلها تهريب وتزوير واختلاس. تروح الريف تلاقي عاملين بتاع اسمها الساحة،
الموضة الجديدة بتاعت اليومين دول. الساحة دي حتة كبيرة الاولاد التلامذة بيقضوا فيها وقت الفراغ. انا ماشي البلد وبعدين الموسيقى شغالة والاولاد بيرقصوا. ايه دي؟ قالوا دي الساحة اللي عاملينها عشان الاولاد يقضوا فيها وقت الفراغ. طيب بتعلموهم ايه؟ بنعلمهم الرقص، بيرقصوا على موسيقى ايه؟ نار يا حبيبي نار. فده النار حصلتنا وكلتنا وضيعتنا. وبعدين الظهر ابدا في واحد قام اتوضى وصلى، ما حصلش. العصر المغرب العشاء مفيش. امال الساحه ليه؟ للعب الكاراتيه. لغايه النهارده العيال بتهزر مع بعضها هزار من اسخف ما يكون. العيل بيطبق لعب الكاراتيه على زميله ويمكن يموت في ايده. هو ده اللي احنا علمناه للاولاد. هذا ضياع وهذا فشل. ولما الواد يصلي يقولوا له انت يعني متمسك بالقران والسنه يا شيخ بكه؟ ولما واحد يجيله ضيق نفسي يروح يعالج نفسي يقول له انت متزمت لانك متدين؟ امال بقى لو ما كناش نشجع على الدين ونشجع على الامانه يبقى هنشجع على ايه؟ ما احنا شايفين النتيجه سيئه، النتيجه سيئه جدا. النهارده العيل بيدخل الامتحان ان ما كانش معاه البرشام ما يقدرش يقعد على الكرسي بتاع الامتحان ويبقى قاعد مرتبك. القران الكريم بقى ويغشوه. واحد بيقسم لي بالله ان موسك ولد في امتحان القران التحريري حاطط القران في الجزمه بمداسه داخل بملزمه مخباه في الجزمه القران. بلاش امتحان قران، بلاش امتحان قران، ما دام احنا هنعمل في القران كده بلاش، بلاش القران. هم لا محافظين قران ولا حافظين غيره. اول واحد تسمع له الفيلم عن ظهر قلب سمعه، سمع له اي اغنيه حديثه يمشي يترنم بقى في الشوارع. فرقه يا سيدنا الشيخ النهارده ماشيه بالليل بالطبله. قال لا هنتحول كلنا الى هذا. ولذلك يوسف ادريس كاتب في الاهرام الاسبوع اللي فات بيقول انه كان حضر عقد زواج، وبعد ما حضر عقد زواج وبنت قامت طفله عندها 3 سنين، هو بيقول 3 سنين، بيقول قامت رقصت رقصه بالفجر رقصات لا يمكن لاي راقصه في العالم انها ترقص. اتعلمت فين الطفله دي؟ بيقول لا يمكن واحدة ابدا تقوم بهذا العمل. تعلمت فيه؟ راحت اي معهد؟ ابدا. تعلمت على شاشة التلفزيون. تعلمت على استاذ الرقص التلفزيون. تعلمت وحفظت. واحد بيحلف لي بالله بيقول انا قاعد مع مراتي واقفلين الاوضة وعمال اني اتحاسب على التموين والسكر بكام والشاي بكام والصابون والكوابين. بيقول دخلت عليا بنت اللي عندها 6 سنين، بيقول ما تزيدش عن 6 سنين، دخلت فتحت الاوضه عليهم قالت له ايه ده يا بابا انت وماماه انتوا عمالين تعملوا غراميات ولا ايه؟ فخرب بيتك وبيت اللي خلفوك. غراميات ايه يا مقصوفه الرقبه؟ 6 سنين لان بتشوف الافلام قاعده على التلفزيون طول النهار قاعده بتشوف. ده خطر والخطر ده لابد يتدارك، لابد نعرف هذا. النهارده الرجال افلت الزمام منه. اللي بيقول لبنته احتشمي بتقول له يا بابا اسمح لي انك انت متخلف وراجعي بعقليتك ده نحط في المتحف الزراعي. طيب الله ياخد بيد كفيتي وسوسه، خد بيدكم ويكرمكم ويجعل زمانكم كده كويس. والله احنا يمكن هنموت على خير شويه، انما دول زمانهم يعلم به ربنا. لان يا ريت المساله واقفه على هذا، المساله تتحول من سيء الى اسوأ. ولا حد سامع ولا حد فاكر. والنهاردة اصبحت السلطة مسيطرة في قلوب الناس على ان الانحلال هو المدني. الناس اللي يقعدوا للفجر لغاية الفجر ما يقولوا الصلاة خير من النوم، يقعدوا في حفلة راقصة لغاية الشيخ محمود البديل ما يهرب السيدة زينب لغاية الفجر وسهرانين، والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، والعندليب الاحمر بيقول لا هي بتضحك لي بحبها 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 الفرصة يا حبيبي. بحبها ولا تنتهى فيه؟ طب يا ناس انتوا عايزين تفخروا العندليب ايه لازم تذيعوا الحفلة؟ اذا بوليتم فاستتروا، استتروا يا عالم. احنا معانا بنات ومعانا نسوان، حرام حرام. البيوت المحافظة النهاردة بتهتز الارض تحت اقدامها، ولذلك فيه مآسي وفيه مخازي. الشاب النهارده المستقيم يقول لك ابوها امها متحكمه ليه تكتب الكتاب؟ لابد البنت تروح للكوافير. طب راح للكوافير ليه؟ هو كتب الكتاب ايه؟ لازم ايه صله الكوافير بكتب الكتاب؟ هو الكوافير اشتغل مأذون؟ لا. وبعدين لابد ان الام امرها يمشي،
لو ابو العروس قلت المسألة دي غلط على طول اللجنة تعقد وعلى طول امر بالطر يبقى طر يشوف له بيتة في لوكندة كازينو الشجرة يروح يشوف له بيتة برا يشوف له اكلة برا ليه لان الراجل بس لمح بان في حاجة اسمها الفضيلة البيت النهاردة ما فيش لا صلاة ولا ذكر لله الاسرة تبقى مكونة من 7 و8 واحد اللي بيصلي فيه ويمكن ما فيش ليه صلي يا ست تقول له انا حامل طيب صلي يا ست لما اوضع وضع صلي يا ست لما الواد يرفع الواد وضع صلي يا ست لا لما الواد يمشي الواد مشى صلي يا ست في وضع رقم 2 لما مش هتصلي في سنتها ولذلك البركة راحت والاخاء والمحبة اللي كانت في نفوس الناس والناس النهاردة اصبحت بتقلد بعضها بالغلط لو ربينا شبابنا على قيم الاسلام وعلى اخلاقيات الاسلام لأقفرت الجفون من المدامع ولاطمأنت الجفون في المضاجع ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح مداد الظلام.